شكل الانخراط المستمر للمغرب في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان من خلال مساهمته في مسارات إعداد مجموعة من الاتفاقيات والبروتوكولات، وكذا من خلال التوقيع والمصادقة أو الانضمام إلى جميع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والبروتوكولات الملحقة بها، فضلا عن الوفاء بالتزاماته الدولية المترتبة عن ذلك، سواء من خلال ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رحيم، بداية وككل مرة أجدد الشكر والترحاب الإخوة الممثلين ديال وسائل الإعلام على الحضور ديالهم والمواكبة ديالهم لمختلف الأنشطة ديال هيئة المحامين بطنجة. النشاط ديال اليوم وغدا هو عبارة عن مناظرة وطنية حول السياسات العمومية في مجال حقوق الإنسان، يأتي في إطار يعني طرح أرضية أو أرضيات لمناقشة رؤى وتصورات الجهات الرسمية والجهات غير الرسمية حول مدى إعمال البعد الحقوقي واستحضار البعد الحقوقي في السياسات العمومية للدولة. الغاية من هذه المناظرة من خلال الاطلاع على البرنامج، الأمر يتعلق بثلاثة جلسات موضوعاتية. جلسة أولى سيتم الاستماع إلى الرؤية الرسمية للمؤسسات الرسمية للدولة، مؤسسة الحكامة، السلطة القضائية، النيابة العامة، وزارة العدل، المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى غيرها. ثم سيتم في الجلسة الموضوعاتية الثانية الاستماع إلى الرؤية ديال الجهات أو المؤسسات غير الرسمية كجمعيات الحقوقية، كجمعيات هيئة المحامين المغرب على رأسها وجمعيات أخرى. وهي فرصة لأن من خلال التسمية ديالها كمناظرة لتجميع الرؤى والتصورات حول مدى حضور البعد الحقوقي في السياسة العمومية للدولة. والغاية هي الخروج بتوصيات تساعد الدولة على يعني تكريس هذا البعد الحقوقي بمناسبة وضع القوانين أو المراسيم أو غيرها من النصوص القانونية وحتى الإجرائية. وهذا يأتي كذلك في إطار مقاربة من نوع مختلف لما جاء به أو مخرجات التقرير ديال لجنة النموذج التنموي التي لمست هذا الموضوع كذلك من زاويتها. فنحن يعني كهيئة المحامين بطنجة والمحامين دائما يتبنون ما هو حقوقي، نسعى إلى الحصول على التقاطعات، الوقوف عند التقاطعات بين مختلف الجهات العاملة في المجال الحقوقي للخروج كما قلت في البداية بتوصيات تفيد في وضع السياسات العمومية للدولة. إنه لمن دواعي السرور والاعتزاز أن تشارك رئاسة النيابة العامة معكم اليوم الآليات والمؤسسات والسياسات بمشاركة جملة من المحامين وممثلي منظومة عدالة وقطاعات حكومية والمؤسسة الوطنية. هذه المناظرة الوطنية حول السياسات العمومية وحقوق الإنسان المنظم من طرف هيئة المحامين بطنجة هي محطة يعني مهمة، تزامنا أولا يعني مع أنه هذا الشهر هذا شهر دجنبر، يعني بعد شهر دجنبر كان اليوم العالمي لحقوق الإنسان، يعني المناسبة تفرض أنه تكون مناظرة من هذا النوع في مجال ديال السياسات العمومية وحقوق الإنسان. وطبعا وزارة العدل هي شريك أساسي أولا لمهنة المحاماة والسادة المحامين عبر ربوع المملكة، لأنها كتقوم بمجموعة من الأدوار يعني في مجال تنظيم ديال المهنة والشراكة مع السادة المحامين. وكذلك هي من بين المخاطبين الرئيسيين في مجال صياغة وإعداد السياسات العمومية في مجال حقوق الإنسان، يعني لا سيما من خلال المدخل التشريعي، من خلال رسمها للسياسة التشريعية بالبلاد، لا سواء السياسة الجنائية من خلال القانون الجنائي والمسطرة الجنائية التي تتضمن مجموعة من الفصول الزجرية ذات الصلة بحقوق والحريات الأساسية،
ولا سواء خلال القوانين المدنية التي تعكس العلاقات بين الأفراد واللي فيها كذلك جزء مهم من مضامين المواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان، مثلا مدونة الأسرة، مثلا القانون التزامات العقود، وكذلك القوانين الإجرائية الأخرى والتنظيمية كقانون التنظيم القضائي، قانون المسطرة المدنية. يعني أن وزارة العدل في المجال التشريعي عندها أدوار كبيرة تلعبها في تنظيم وتنزيل مضامين الدستور والمواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان. شكرا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.